انه الحياه زي ما كنت بقولك اختيار. انا اخترت ان انا مش عايزه اشيل مسؤوليه طفل، او كنت حاسه وقتها ان انا مش قد المسؤوليه. يعني طول الوقت هو غير راضي تماما، وبقى ضدي وبقى عنيف معايا. هو لحد ما مات ما كانش راضي عني كومبليتلي. واللي يقول لك غير كده كداب. اي فنان او فنانه يقول لك انا ما روحتش لدكتور تجميل، مش لازم يكونوا عملوا عمليات، لكن الحاجات الانجكشن دي الحقن حتى الرجاله كمان. طبعا حتى الرجاله. انت سبب انفصال امك وابوك صح؟ مزبوط. بس ما اتطلقوش، هم انفصلوا بس. يعني انا لو كان معايا الشنطه بتاعتي دلوقتي كنت هتلاقي ولا يمكن امشي في مكان ما يكونش معايا صوره العذراء. كل مكان في البيت انا عندي العذراء.